هيا على بركة الله. ولا ولا كل الأحزاب مجتمعة، الأفلان، الأرندي، كل الأحزاب يعني اللي تفقت على كلمة واحدة وهي وجنهي، مساندة السيد الرئيس، مساندة السيد عبد المجيد تبون. أكيد أكيد هذا الائتلاف وهذه المساندة يعني نظن ما جاتش هكذا من بعض. أنا نظن الجاحد فقط من ينكر ما تم إنجازه وما سوف ينجز. نحن في مدينة الشهداء، مدينة المسعود زقار، مدينة الرجال المخلصين، مدينة الرجال الواقفون. اليوم بسم الله وبإذن الله نفتتح أول مداومة في بلدية العلمة. هذه المداومة التي تضم كل المداومات الموجودة عبر بلديات ودائرة العلمة. اليوم جئناكم لفتح هذه المداومة من أجل برنامج السيد المترشح عبد المجيد تبون. نحن كمكتب مديرية الحملة الانتخابية وجميع الأعضاء الحاضرين معي ليلا ونهار عملنا المستحيل من أجل إنجاح هذا العرس الديمقراطي الذي نحن بصدده اليوم. أعلمكم جميعا أننا فتحنا 90 مداومة عبر 60 بلدية مع الأحزاب السياسية ومع المنظمات الجماهيرية ومع الشباب ومع المجتمع المدني، كلنا نصب في إناء واحد ألا وهو الجزائر وما أدراك من الجزائر. أشكركم وأدعوكم جميعا شابا وامرأة وشباب وشيوخ وعجزة، كلنا يد واحدة. يوم 7 سبتمبر انتخاب الجزائر، ليس انتخاب الرعيل، انتخاب الجزائر أولا. نحن نحافظ على الجزائر. أنتم تعلمون أن جيشنا الباسل المغوار، الجيش الذي يضحي بالنفس والنفيس من أجل سيادة البلاد، من أجل استقرار البلاد، اللي يراه على الحدود ليل ونهار، عين لم تنم على الجزائر. بهذه المناسبة أقدم له كل التحية، كل الإخلاص لجيشنا الباسل المغوار وكل الأمن الذي صاهر على هذه الأيام. أشكركم. سي عبد المجيد تبون أقول عنه أنه رجل عظيم، الرجل الذي تصدى للإمبريالية الغربية. أنتم ترون ما يجرى هذه الأيام في فلسطين وكيف يقتل إخواننا وأبناؤنا في فلسطين. الإمبريالية الغربية تساند إسرائيل، الرجعية العربية تساند إسرائيل. بقى سيد تبون رئيسا والجزائريين شعبا وحدهم مع الفلسطينيين في مواجهة هذا الظلم وهذا العدوان. احنا في المديرية يعني منذ تنصيبنا يعني وين كان وقت ضيق، لكن الحمد لله بتوفيق من الله والإخوة اللي راهم معنا في المديرية يعني بدينا في عمل جبار، وبدينا في فتح المداومات، وين في تنصيب المنسقين على مستوى كل البلديات، اللي كانت الطريقة هي في كل بلدية يكون رئيس البلدية من حزب التحالف هو المنسق في ذلك البلدية. الحمد لله وين نقدر نقول ورانا قريب ننتهيوا من الأمور الإدارية، ننتهيوا من الأمور الإدارية اللي هي تنصيب المنسقين، تنصيب المندوبين، تنصيب ممثلي المديرية على مستوى السلطة على مستوى البلديات. بعدها مباشرة من الأسبوع الجاي إن شاء الله رايحين ننطلقوا في برنامج خرجات على مستوى 60 بلدية. أعضاء المديرية رايحين يكونوا كامل على مستوى 60 بلدية إن شاء الله، ورايحين نعود نزور إن شاء الله بلدية العلمة أيضا من أجل دعم مرشحنا السيد عبد المجيد تبون. هذا المرشح اللي كما قالوا الإخوة قبلي نساندوه وبكل فخر واعتزاز. هذا السيد اللي جاء في سنة 2019 وين لقى الجزائر قريب تنهار، وين الحمد لله في ظرف 4 سنوات ونصف استطاع أن يرتب أوراق هذا البيت. بسم الله الرحمن الرحيم. والله الإقبال كما راكم تشوفوا الإقبال جيد جدا،
انا فقط تمنياتي كشاب في هذا في هذا في هذا الوطن في الجزائر، انا تمنياتي 7 سبتمبر نكونوا بقوه، كل واحد يدي بالراي تاعو، مش شرط نكونوا مع فلان ولا فلان، ماذا بينا احنا 7 سبتمبر نكونوا بقوه باش نبروفيو للاعداء الداخل والخارج باللي رانا هنا وباللي الجزائر بربي ان شاء الله تبقى واقفه ان شاء الله. رئيس الجمهوريه يا اخي، رانا مع سياده رئيس الجمهوريه في كل القرارات تاعو، رانا مأيدينو مأيدينو مأيدينو. اذا احنا رانا مع سياده رئيس الجمهوريه، هبه كبيره بزاف اللي صراحه رفعت لنا روسنا احنا كشباب هذا الوطن. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. احنا يعني من 2019 من اللي جا الرئيس، كما نقولوا احنا عمي تبون، احنا الرئيس هذا التمسنا فيه الخير، باسكو هذا الرئيس ما راهو باطي على البلاد، باطي على حتى الجاليه اللي راهي في الخارج، على يعني اول رئيس اللي يقدر يكون في خطاب ويصرح ويقول انا مع فلسطين ظالمه ومع مظلومه مع غزه، يعني ما عنده هذيك الشجاعه. تسمى هذا الرئيس تقدر تتكل عليه وتقدر، احنا مدعمينه يعني من 2019 وحنا نمشيو معاه في المسار هذا. احنا كما كان ولا خويا سليم ناشطين فيسبوك تاع فيسبوك، عدنا مدة سنوات احنا ندافعوا على الدولة تاعنا وامننا واستقرارنا وعلى الرئيس تاعنا، ومن السبعة يعني الشهر اللي جاي ان شاء الله في الانتخابات راح تكون قوة تاع انتخابات تاع الشعب، سيرتو خاوتنا في المناطق تاع القبائل في هذاك ولا في الجالية في الخارج راح تكون ان شاء الله نسبة عالية جدا. هذا بان بينوا للخارج الاعداء اللي راهي محوطة بالجزائر كل يوم راهي تحاط بينا به، يعني صرا لنا دي بروبليم في الجيري. الحمد لله الجزائر هاي كل يوم تنور بالرئيس هذا والرجال اللي معاه والناس اللي راهي قايمه معاه اللي راهي يعني في المحيط نتاعو. احنا نقولوا احنا رانا مع الرئيس مهما واش كان الثمن، وتحيه الجزائر وربي يرحم الشهداء. زيرتوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.